حبيب الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله شفيع العالمين، يا حبيب الله رسول الله يا خير الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. وقفنا في نهاية الحلقة الماضية مع سؤال: لماذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل حياة الناس. اختاره الله عز وجل عن علم وحكمة واصطفاه على البشر، فكان لابد أن نتعرف على هذه الحياة المباركة التي صنعت على عين الله تبارك وتعالى، لعلها أن تكون نبراسا لحياتنا ونجاة لأمتنا. يا رب وفقنا للاقتداء به أجمعين. ثانيا، طاعة لأمر الله عز وجل بالاقتداء به والتأسي بهديه. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله تبارك وتعالى حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الله أكبر. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الله رسول الله إمام المرسلين، يا حبيب الله رسول الله تدرس حياته، يتعرف على هديه، نعيش معه. رابعا، في حياته صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر. في دراسة حياته أكبر العظات والعبر، سواء ما يتعلق بالإيمان بالتوحيد أو فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، بهديه ومنهجه، بصبره في الدعوة، بالصراع مع الباطل وأهله. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الفلاح والنصر. فإذا لم نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وشمائله لم نقتفي أثره، فلن نفلح أبدا. سادسا، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة في كل أحواله. ألم يجعل الله عز وجل من النبي الرجل، ومن النبي الزوج، ومن النبي الأخ، ومن النبي الصديق، ومن النبي الحاكم، ومن النبي القائد؟ ألم يجعل الله عز وجل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل أحواله؟ كل رجل في موقعه يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان، كل مسلم يحتاج إلى هذا الهدي القويم، إلى هذه السيرة العطرة، إلى هذه الأنفاس المباركة. معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة للاقتداء به. كيف أقتدي به؟ إذا لم أتعلم سيرته لابد أن أتعلم وأتعرف على هذه الشخصية العظيمة الضخمة الفخمة الجميلة. فلا بد إذن من وقفة متأنية عند جانب الاقتداء لتعرف كيف تهتدي بهديه، كيف تتبع سنته، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك. لا بد أن نطلع على هذه الجوانب من هذه الشخصية الضخمة الفخمة، ونرى هذه المواقف الشريفة وعلاقاته صلى الله عليه وسلم بكل من حوله. هو القدوة، قدوة في الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أخلاق. قال أنس، ويا له من قول، قول مشهور سمعنا كتير لكن عايزك تتذوقه، يقول: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا. تخيل. ولا لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. قدوة، مثال، ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك عظمة الله، ما قال كلمة تعاب قط. قدوة في الحلم، قدوة في العفو، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نقتدي به
لنعيش في أمن وأمان وسلم وسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب الله رسول الله يا خير الورى.